حقيقة الغائبة تقريبا اليوم في معادلة الصراع هو الشارع الاجتماعي الذي برز بغيابه رغم الحالة الاقتصادية وانعكاساتها على الحالة الاجتماعية للمواطن اللي اليوم يفتقد تقريبا أغلب المواد الأساسية ويعيش في ضائقة مالية. خلينا نقول، هل في وارد حساباتكم أن يقوم هذا الشارع الاجتماعي ويعاضد الحركة الديمقراطية من أجل إقرار أو إعادة المسار الديمقراطي؟ هي عناصر تحرك هذا الشارع اللي سميته أنت الاجتماعي متوفرة. الأزمة الاقتصادية، غلاء الأسعار، غياب التنمية في الجهات، ما يعني لا درجة أنه اضطروا في إطار الشعبوية يبنيوا حيط بزوزميت ويعملوا باب ويسميوه مستشفى الملك سلمان. يعني وصلنا لهذا الوضع المأساوي في بلادنا. هذا سيؤدي بالضرورة، هذا قانون اجتماعي يؤدي إلى تحركات وإلى انفجار اجتماعي، لأنه التوانسة يصبروا ويكون عندهم أمل، والأمل هذا يتبدد يوما بعد يوم وقت اللي السلطة القائمة ما تعملش على تحويل وعودها وشعاراتها إلى واقع وما تحققش مطالب التونسيين. هذا لا محالة باش يصير، لكن القوى السياسية يلزمها تستعد لكي تتفاعل وأن توظف الغضب هذايا في منحى إيجابي، ما يكونش غضب تدميري. لا نريده أن يكون غضبا وانفجارا يدمر الجميع، لأنه لقدر الله الانفجار وقت ينفلت على القوى السياسية وعلى المنظمات الاجتماعية ويكون خارج أي إطار منظم ليه يكون مدمر، نتائج نتاعه مدمرة. وبالتالي دور القوى السياسية أن تقرأ المستقبل وأن تستعد للتفاعل مع التحركات الاجتماعية لتوظيفها في الاتجاه الإيجابي من أجل الإصلاح ومش من أجل التدمير. وانتم حطيتوا فرضيات للتفاعل مع هذا الحراك إذا كان تم، حسب طبيعة تقارير دولية رسالت لمنظمة الأزمات الدولية قالت بأنه ثم انفجار اجتماعي، فلو فوق المنتدى الاقتصادي والاجتماعي توقع بانفجارات اجتماعية باعتبار الحالة المالية الصعبة للتونسيين الآن والحالة المعيشية الصعبة، انتم حطوا في وارد حساباتكم هذا المعطى؟ يعني في وارد حساباتنا إيه، أما حتى لو غلط يعني ما عندناش الآن آليات للتحكم في التوقعات، وهي توقعات سلبية كلها، لأنه التحركات هي تعبير على أن الأزمة وصلت إلى مداها وأنه يؤدي إلى انفجار الأوضاع الاجتماعية، لكن لابد أن نكون مستعدين، وهذا على الحكمة تقتضي أن نستبق هذا الانفجار باش بتهيئة مناخ يحل أفق أمام التونسيين، يبدي يعالج وقعهم ويحللهم أفق لامتصاص هذا الغضب، باش مش بالوعود الكاذبة بل بداية عمل جدي، إعادة اللحمة والوحدة الوطنية والتوافق الوطني والقرارات اللي من شأنها أن تبعث أمل جديد للتونسيين أن العيش في بلادهم ممكن، وأن حل الأزمة رغم أنها تفاقمت راهو ممكن، وأن الحل ماهوش في قوارب الموت، والحل ماهوش في الحلول الفردية، هو حل وطني جماعي. الحكمة تقتضي هو استباق الانفجارات مش التعامل معها بعد ما تحدث. نعم.